الموضوع بقى ايه البصابير اللي انت تحطها على السرير عشان تنام وايه الموضوع ده؟ خمس سنين فاتوا كان عندي الام في الظهر كان تعباني فلوحديها اكتشفت حوار المسامير دوت ان انا لو اما باجي انام عليه مش زي مساج هي الاول كانت ابتدت معايا بالام وبعد مساج كت... ايه يا باش باشا ده مسامير استنى سيبه النبي هيتعبنا ليه مسامير <applause> استنى انا قاعد هي, اخت... هي اختلافا اتفضل زي, فضل. زي برضو مساج انت ممكن تلاقي حد بيعمل لك مساج بتحس بألم في ظهرك. كذلك المسامير نفس الكلام ده. انت في البدايه بتتعبك بتحس بألم بس بعد كده بترتاح. بعد كده جسم بياخد عليها. بياخد عليها. معلش يا محمد يعني لأ انت لو خدت على الموضوع ده اللي هيحصل بعد كده ان انا هضربك بالنار. دي ممكن تدريجي بعد كده. تدريج؟ اوكي لا ده انت ما شاء الله الموضوع ده ليه؟ يعني آه الموضوع ده ما حاولتش ان انت تروح لدكتور ما حاولتش ان انت تعالجه اشمعنى آه المسامير بالذات؟ بالعكس. انت مش محتاج تروح للدكتور لسبب لان انت لقيت العلاج بتاعك فانت هتروح للدكتور ليه؟ احنا هنجرب عامة يعني ويلكم آه يعني قبل ما نجرب بس انت بتتعور بيطلع لك يعني بتلاقي نفسك لا هي ممكن مقرر. تعلم تعليم بسيط اه بس بعد كده تلاقي اه مضاد حيوي بقى وخلاص يعني لا لا, لا 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 المسمار نفسه مش ظهره يعني مش ضهر المسمار اللي هي تطبر بتخبط لا 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 الوش نفسه اه كله هيلمس المسامير وكله هيشوف حاجه كلها قصاد عينه وكلها كل الناس في البيت مستحملين ازاي التجربه يعني؟ دي لازم نشوفها عملي عشان نفلد. عايش بقى الحمد لله ده انا بمسك ابره خياطه امي بتعمل موال الحمد لله يعني متجوز روسيه بقالي 14 سنه فمتفاهمه الروسيه متفاهمه طب يا جماعه احنا ناخد كدا. اجانب يا جماعه دونت ترايز this ما تجربوش انا اتجوزت روسيه الكلام ده اشتغل بيك اسمع مني والله انزل <applause> 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 <applause>